فاطلع فوق هنا؟ ينفع. صواريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ بسم الله، أرمر كور 6 نزلت، إن شاء الله هنجربها في فيديو النهاردة. الخطة يعني المحكمة من فروم سوفت إن هم يحبونا في ألعابهم عشان في النهاية نجرب السلسلة الأصلية بتاعتهم أرمر كور 6، فإن شاء الله هنجربها مع بعض. لو أنت جديد هنا اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. الإنتر النيم دراكولا. Wake the dog up. Handler Walter verified. Activating cerebral choral control device. Augmented human C4621 has awakened. C4621, then. اللعبة بتبدأ على طول كده مرة واحدة ان انت في الفضاء وداخل على كوكب اللي هو روبيكون 3. طبعا هنضرب. اوه ضربنا فعلا. بس ما ضربناش يعني ما خدناش كريتيكال دامج، بس هنبعد عن المسار مثلا تقريبا. جاندام احلى حاجه في اللعبه دي ان هي يعني طول عمري وانا صغير نفسي العب لعبه ميك كويسه، وانا عارف ان السلسله موجوده من زمان بس انا ما لعبتهاش، ولا كان ليا نفس ان انا العب حاجه قديمه شويه كده، ولكن واضح ان دي الرجاليات بتاعتها كلها حلوه قوي. نايس. 135 off target but within permissible range. Let's go. There's a catapult ahead. Use it to close the gap. Okay, man. Main system activating combat mode. Okay. Woo! شكلها حلو قوي. ايه ده؟ فيها تفاصيل عالية. اوه الله، انا متوقعش ان التحكمات هتبقى كده يا جماعه في السلسة جدا. طبعا اللعبه شغاله على عندي على 120 فريم اعتقد، ليها كاب صح؟ اه، ف لذيذه وسلسه عن مثلا حاجه زي Elden Ring كانت فروم سوفت بتعمل لها كاب على 60 فريم بس. وبدانا اللعبه بسم الله. انرجي كونسومشن اللي انا عملته حالا ده استهلك الانرجي اللي هو الشريط اللي تحت خالص ده. ايوه اوكي. تمام. نايس.
الار اي 6. انا بستهلك الامو اللي على اليمين تحت دي، صح؟ طيب وانا لو عايز اعمل ريلود لوحدي اعمل ازاي؟ يعني اعمل بنفسي ريلود، مش عارف ايه. طيب هنشوف تارجت اسيست. تقدر تعمل لوك اون. ايوه ماشي، جميل قوي، حلو جدا. انا عايز اعمل ريلود بقى، مين اف مثلا، كيو، هولد اي علشان تعمل المالتي لوك اتاك. اوكي حلو قوي. اوه الداش جميله. اللعبة سلسة جدا، ما توقعتش كده الصراحة. ريبير كيتس، نعمل هيل. ماشي. واو. طبعا الارت ستايل بتاع فروم سوفت يعني اللي ملوش مثيل في اي حاجه في عالم الالعاب كلها، شكله موجود هنا. اكسس للكاتابولت، حلو قوي. واحد متحمس جدا يا جدعان ان هو يلعب اللعبه، بقالي كتير قوي ما لعبتش لعبه فروم سوفت. كروماتيك ابريشن في الصورة، مش عارف ده ممكن يتشال ولا لا، هبقى اشوف. Enough chat, back to work. يلا بينا. ماشي يبقى احنا عايزين مرسناري لايسنس. We're illegals here. اوكي ماشي. Quick boost. احنا عارفين الكلام ده. طب بقول لك ايه، ما استعمل ده واخلص. نايس. لا ما انت لازم تقول لي انا بعمل ريلود ازاي، انا اسف يعني. نايس. الشجر بيقع لو بتعدي عليه. انا علي، انا عندي 3 تارجتس، عايزين ندور على الميرسينري لايسنس، صح؟ شيلز استعمل بالظهر بليد بس. اوكي نايس. اوكي لقينا البايلوت ده، لايسنس اكسبيرد، مش هو ده اللي احنا عايزينه. إذا انت ممكن توقف اي حاجه. نايس قوي والله.
That's the PCA's planet-side force. Keep a low profile. We don't want them breathing down our necks. Okay, okay. Keep a low profile. ما تخلاش تشوفك. عجبني أول العمارات. دي عمارات كانت عمارات بقى حقيقية هنا في العالم بتاع اللعبة زمان و... وانت حجمك بالنسبة للعمارة كبير جدا. دي حاجة برضو عجبتني أوي. بالسلامة. انت موتش؟ اوكي. فين المارك لايسنس الثانية اهي؟ نايس. فين بقى الأخير ده؟ ده فين يا ابني؟ يا جماعة كمية الناس دول. فاطلع فوق هنا؟ ينفع. صواريخ. نايس نايس. الصواريخ خلاص عليهم كلهم. مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني؟ في بعض الأعداء زي الطيارين دول لو حاولت أضربهم بالمسدس العادي وهما بيتحركوا الطلعة ما بتجيش فيهم اصلا، فدي برضو حاجة يعني ايه لازم ابقى واخد بالي منها. نايس. مين كمان؟ الكومبات فيها شكله لذيذ بس محتاج ان انا افهمه شويه علشان ابقى واخد بالي من اللي بيحصل، لان في حاجات كتير قوي بتحصل حواليك. لايسنس اكسبايرز ان 15 دايز. It's still valid but the pilot's rank is no good. We can't use this. والرانك بتاعه قليل فمش هينفع نستعمله. نايس. اخر واحد هناك ايه؟ حلو قوي الموفمنت في اللعبه.
برضو expires in 12 hours. طيب Corp license easily traced. Forget it. I've picked up one more wreck 621. Transmitting marker. Go and check it out. Vertical catapult. You can use that vertical catapult to get some altitude. شفتها قبل كده في التريلر. اعمل بعدها مثلا الكنترول. نايس نايس قوي كده يعني. يلا ده الهيلث بتاعه كتير قوي. يا نهار ابيض. ده احنا انتهينا من الاول خالص كده. اوكي طبعا اول بص بالسلامة. ايش طيب يلا 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 نكمل يلا نكمل. اول بص في اللعبة لازم تموت. طيب اللعبة ادتك الثلاثة ريبيرز تاني حلو قوي وعملت هيل اللي كان ناقص مني. طب دي حاجة كريمة منهم. انا حاسس ان البوس ده بيديك دامج مهما كان يعني. هو هو السيف بتاعي بيعمل حاجة. شايف البار الاصفر اللي فوق ده؟ واو 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 مان. حلوة قوي حلوة قوي. تعال نعمل هيل كمان. نايس الصواريخ بتاعتي ما تجيش فيه ليه؟ ممكن افهم. الله بعد عني بعد عني. كنت عايز اديله كمان ميري عشان يعمل له زي ستاجر او كده. يلا بقى. لا ده خلاص ده خلاص قرب يموت. انا كنت وان شوت وهو كمان كان وان شوت. يا لهوي يا نايس. تاني محاولة. Confirmed. Heavy combat helicopter is down.
That's all for our work here today, 621. Nice. Where's the call sign from that license you picked up? Raven. Nice. احنا خدنا اللايسنس بتاعت Raven و Rank F Affiliation Independent. حاسس الحاجات دي كلها هتبقى مهمة. Raven. Raven. That's your new name here on Rubicon. Nice. Mission complete. وأول تروفي أو achievement illegal entry. يا نهار أبيض يا جدعان. نايس. أنت بتاخد income على حسب الأداء بتاعك في ال الأداء بتاعك في المهمة. جميل أوي. وأنا دي اللعبة دي غير ألعاب بقيت ألعاب السولز مهمات وكده. Sublime substance discovered on Rubicon, a planet on the frontier of developed space. For a time, coral was a revolutionary energy resource and data conduit, poised to transform human society by leaps and bounds. They called it the fires of Ibis, a storm of flame that tore through the stars, leaving lethal contamination in its wake. Coral, the kindling, was thought to have been utterly consumed, forever lost. However, on Rubicon, the embers continued to burn. Humanity would inevitably return. لازم FromSoft يقول لك ember و... to stoke the fire. The fire, الكلام ده كله. حلو قوي يا جماعة. نايس. لعبة مبشرة لحد دلوقتي. هنروح بقى الدراسة بتاعنا. RB23. Call sign Raven. Raven. Authentication complete. والاي سي ديزاين ده الجراج بتاعنا بقى اللي احنا بنصمم فيه الماك وبنعدل فيه وكده. نايس. تقدر ان انت تحفظ يعني تصمم الماك بتاعك وتعمله زي سيف بقى للبلو برنت كله، سواء الالوان سواء الايتيمز والكستمايزيشن او الحاجات اللي انت مركبها على جسمك، كل حاجه يعني سيف الحته دي كلها على بعض وتستعمل الميك اللي انت عايزه. ممكن تعمل مثلا ميكس بقى باسلوب لعبه مختلفه. جميل جدا. سورتي ممكن اخطئ التريننج و تيست. طبعا هتلاقي الناس كلها عايزه تتنافس عشان يبقى عندها احسن سكور في التيست ده. والميشنز وممكن تعيد الميشنز تاني. ممتاز. ممكن نجرب التريننج. نبدا تريننج يلا. ماشي. طلع في ريلودينج. ار مع ال جميل. هي عشان تستعمل الرايت شولدر. التريننج ده طبعا عشان لو انت في اي وقت نسيت الحاجات الاساسيه بتاعتك تقدر تدخل تعرف. والداني ماشين جن جميل جدا. ممكن بقى احطه مثلا هنا في ال ليفت ارم يونت، رايت ارم يونت احط هنا ماشين جن. الاتاك باور بتاعته اقل ولكن الويت بيزود، بيعلي الويت برضو. لا
بيحسن الويت بتاعنا، بيخلي الويت بتاعنا اخف، وبي يقلل اللود بتاع الانرجي بتاعنا كمان. حلو قوي. وبهنا تنتهي تجربتنا لعبه ارمر كور 6. اتوقع ان شاء الله ان انا هعمل لها ريفيو في اسرع وقت باذن الله. يعني اللعبه لحد دلوقتي شكلها كويس جدا، ما تقدرش تحكم عليها طبعا من اول مهمه، ولكن في حاجات كده لازم الواحد يتكلم عليها. الموفمنت شكلها لذيذ قوي قوي قوي. عندي سنه مشاكل في ان تحس كده ان ساعات وانت في الكومبات ان الشاشه كلاترد قوي او زحمه قوي، انت مش واخد بالك كويس قوي من اللي بيحصل. بس اعتقد ان ده هيتحسن مع الوقت لما انت تتعود على اليو اي وعلى شكل العلامات والحاجات اللي اللعبه عاملاها لك، هتبدا تتعود عليها. ولكن في البدايه كانت تحس ان هي اوفر ويلمنج، او ان هي معلومات كتير قوي في نفس الوقت. ولكن عامه السينماتكس عجباني جدا، شكل الاخراج بتاع اللعبه كويس. اللعبه واخد التقييمات في المتوسط حوالي 88%، وانا اقدر واضح ان هي لعبه من نوع تاني، مش الفانتازي بتاع الورلد بتاع مثلا إلدر رينج او دارك سولز اللي لوحده بيدي للعبه دفعه قويه قوي في التقييمات. ولكن عامه انا شايف ان هي كويسه جدا جدا. ان شاء الله احاول العبها واجيب لكم ريفيو في اسرع وقت. وكتجربه لذيذه قوي، الكومبات بتاعها ممتع جدا. فاشوفكم ان شاء الله في الريفيو بتاع اللعبه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، سبسكرايب، قول لي رايك في اللعبه، ولو عايزني اعمل لها بلاي ثرو قول لي في التعليقات تحت. ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.